اتشا السلام عليكم اصحابي، اهلا بيكم في حلقه جديده. معاكم اخوكم نورماندو. بصوا يا جدعان، مبدئيا كده عايزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ده اول حاجه. تاني حاجه عايز اقولها لك ان دي اكتر حلقات اللي متعوب عليها في المونتاج، متعوب عليها عشان اجمع لك اكتر جيم بليات مجنونه لكل الاستريمريه العرب، مش كلهم بس معظمهم. النهارده معانا 7 لعيبه يا جدعان، يعني مثلا لاعب واخد المركز الاول، واخد المركز الثاني، المركز الثالث، وبناء على تصويتكم احسن لعبه يعجبكم. يعني مثلا اللاعب اللي يعجبكم قوي قولوا لي مثلا ايه صاحب المركز كذا، هاتلنا جيم بلي لي، فاهمين؟ وهنجيب جيم بلي لي ونروح عاملين بطوله بينهم ما بين لاعب تاني، وهجيب لكم اكتر جيم بلي مجنون للعيبه اللي انتوا هتصوتوا عليها، واكتر حد هشوفه في الكومنتات انتوا قلتوا عليه هنجيب له جيم بلي ونعمل بطوله بينه وما بين لاعب تاني. وبصوا انهار كلات ولقطات وحاجات جامده جدا. وبصراحه يا جدعان انا محتاج فزعتكم، يعني كل حد بيحبني يدعمني بلايك يا جدعان، لان انا بتشجع لما اشوف كميه لايكات وكده، فبتدعموني فبقدر اعمل لكم حاجه اقوى واحسن وكده. انا اسف ان انا طولت عليكم يا جدعان، بس بالله عليكم تخش عليا باللايك. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تفعل الجرس وتشترك في القناه، ويلا بينا نخش نشوف الدمار الشامل اللي هيحصل مع اول لاعب. اوكي يا جدعان، معانا في المركز الاول تربون صاحب السرعه والاداء مع بعض والهزار برضه. حلو الفايتات دي يا جدعان في الحاويات، وهو داخل الهانجر يا جدعان. بصوا في سكوات كامل داخل على تربون، طبعا تربون عشان ينقذ نفسه من الحوار ده. بصوا نداد، في واحد طبعا وقع نوك يا جدعان، كده 3 نوك تمام. معرفش بقى ده ايوه ده الاخير. حلو جامد يا تربون. معانا في المركز الثاني بقى مين يا جدعان؟ لاعب اسمه نيوتن، مش عارف تعرفينه ولا لا، بس يا جدعان جزار من الاخر. فايتايت سكول 3 نوك بخزنه واحده، جزار ما بيتفهمش يا اسطى. بص بيعيد لك لقطه ثاني على فريق ثاني. حلو والاخر بوم، صياعه صياعه يا جدعان، اقسم بالله صياعه. بص يعني لاعب نيوتن ده يا جدعان صاحب الاماكن الضيقه، يعني ملك الاماكن الضيقه. بص زنق التيم في الاوضه وقتك، ده مجنون يا جدعان اقسم بالله. انا عمر انا خد بالك انا لسه واخد من بالي منه قريب. طيب المركز الثالث عبود، ما دام في عبود يبقى في ايه؟ في دبل اوم، لا مش دبل اوم يا جدعان، هي ام 24 واوم. بص يا جدعان قاعد فين؟ هو لاعب صغير يا جدعان بس حاير بصراحه. عبود مجنون ملك سكول يا جدعان. واحد على السطح، اثنين على السطح، مزنوق مع سكواد يا جدعان في العماره، وحرفيا الغلطه بموته يا عيني. زي ما بيقولوا يا جدعان حاطط له منوكير على رجليه. حلو حلو قلبه جامد، احلى حاجه في عبود ان هو قلبه جامد يا جدعان بصراحه، عنده بص ثبات انفعالي مجرم. انا معرفش كده كام واحد نوك كده، فاضل 2 بيتهيألي، يا اما ده اخر واحد. لا فاضل واحد، فاضل واحد يا جدعان. وعلى فكره عبود من النوع اللي بينوك وما بيفنش، رخم يعني، بيحب يستقل بقدرات الايه العدو اللي قدامه. تمام حلوة قوي كده، فاضل واحد. معرفش المحاولة هتنجح ولا لا، بس يا جدعان الغلطة بموتة، لان هو معاه ايه بيلعب بسنايبر. حلو، لا كده فاضل واحد كمان يا عيني يا ابن اللعيبة. المركز الرابع يا جدعان معانا مليون روزس، انتوا عارفين ان ده يعني دباح ما بيرحمش. حلو هو بيلعبوا دو سكواد يا جدعان، حلو جدا احلى فزعه. صعب تفنش، صعب تفنش. حلو الام 7 يا جدعان من اقوى الاسلحه اللي ممكن تلعب بها في اللعبه. لاحظ ردود فعله، بص يعني سرعه رد الفعل جامده يا جدعان والله العظيم. بص
عارف هو هيعمل ايه وداخل منين وطالع منين. بص كان داخل يجيبه طاسه على فكره. الناس دي كانوا ستريم سنايب. برافو جامد مليون روز يا جدعان. انا في المركز الخامس اوت لو. يعني بص بقى اوت لو ده ملك اللقطات فعلا هو وعبود. طبعا بصوا جامد يا جدعان اقسم بالله الحركة دي اسطورية. طلع لقطة بالموتوسيكل من على سكول وراح جايب جاب اتنين نوك بال ازاي يا جدعان يا عيني. فنش التيم قطع التيم بيهين التيم يا جدعان. يا دوبك الواد بن خلاص الطلعه جايه فيك جايه فيك. هنا بقى يا اسطى ايه يعني دبل دي بي اس دي بي اس يعني هو كفايه واحد بالك انت معاك اتنين بيقطع. الواد اختفى. حلو بسم الله ورا. حلو حلو اللي بعده اللي بعده يا عيني اقسم بالله مجنون لعيبه مجانين يا جدعان. المركز السادس اللاعب اناناس. طبعا يعني معظمكم ممكن نكون مش عارف اللاعب اناناس بس هتعرف دلوقتي مين هو اللاعب اناناس. وانتوا اللي هتكرروا يا جدعان هنجيب جيم بلاي لمين. حلوه يا عيني. بص بص حريص قد ايه ان هو ما ياخدش طلقه. سرعه البيكا بتاعته ايه يا جدعان ده. بسم الله ما شاء الله يا جدعان اللاعب ده له مستقبل جامد. بص جيروسكوب بيلعب موبايل يا جدعان ما بيلعبش بي سي. اقسم بالله يا جدعان اللاعب ده محترف بس مش واخد حقه. انا ناس. حلو فايتها صعبة جدا يا جدعان في المطار. يا عيني يا عيني. بص شوف شوف هو قد ايه يا اسطى محاصر وكاب الاثنين بخزنه واحده يا اسطى. المركز السابع احمد جيمنج بالعرب. عارفين ان ده يعني اصيع واحد فيهم عشان كده انا جايبه في الاخر. ثواني يا جدعان ثواني. حلو قوي شموش اتنين. حلو الفيطاره دي يا جدعان هو هيتدمج جدا بس هو صايع. احمد جيمنج صايع كلنا عارفين الموضوع ده. اسحبك عملت اللوت هطلع معايا واجي لك انا. هدوء ما قبل العاصفه يا عيني. ملك الام 7 يا ابن اللذينه ده ملك الام 7 يونيكورن يا عيني. 1 2 بص قد ايه هو واخد باله حريص يا جدعان. اقسم بالله اسطوري اسطوري. نيم التيم على بطنه. فايطايا كمان سكول. يلا يلا بص هو عنده ثبات انفعالي. حلو قوي يرمي الند ويخش على طول لانه متاكد من وضعيه الخصم اللي قدامه. حلو قوي الجيم ده لحد الان كان جايب 12 كيل وكان فاضل حوالي 23 واحد في الجيم. صايع ما بيرحمش ملك الفايتات القريبة. ري فاير شغال هيب فاير شغال كل حاجة شغالة يا جدعان. ده واحد مجنون اقسم بالله. سمعته شغالة كويس قوي سامع كل حركة وعارف الواد طالع منين. طالع له من الناحية التانية يا عيني يا عيني. بس شباب كده كنا نهايه الحلقه. يعني شوفوا انتوا بقى اكتر حد هتصوتوا له في الكومنتات يعني اكتر حد موجود في الكومنتات هنجيب له جيم بلاي وهنعمل بطولات يا جدعان وهجيب لكم حاجات اسطوريه وريتها يا جدعان عشان نعمل بطولات كده ما بين الاستمراريه كلهم ولاعيبه تانية مش شرط يعني اللعيبه الاستمراريه العرب ممكن نجيب اجانب والكلام ده كله. فانتوا قولوا لي اكتر حد شايفينه محترف واكتر حد شايفينه المفروض يبقى اخد المركز الاول. انا ما اعرفش ليه اديت تربون
المركز الاول يمكن عشان بحبه قوي فاهمين. بس انا شايف برضو احمد جيمنج المفروض ان هو انا مديله مركز سابع عشان انتوا يعني تشتغلوا معايا كده فاهمين. يعني انا عايز شغل المحققين يشتغل وتقولوا لي مين اللي يستحق المركز الاول في السبع استمراريه اللي وريتهم لكم. ويا جدعان بالله عليكم عايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك علشان خاطر نستمر في السلسله دي. السلسله دي جامده جدا يا جدعان ومتتاليه كده مع بعضها. واحلى مسا عليكم، اشوفكم الحلقه الجايه.